السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أبنائي الأعزاء، طلاب وطالبات شركة آفاق التعليمية، ومع درس من دروس مادة الفقه، الوحدة الثانية، الوضوء. نسأل يا أبطال، بداية، ماذا يجب أن أفعل قبل الصلاة؟ هل يا أبطال نذهب إلى الصلاة مباشرة؟ أم هناك شيء نفعله قبل الصلاة؟ أحسنت، أسمعك يا بطل يا عمر. يجب علينا يا أبطال قبل الصلاة أن نتوضأ. قال تعالى: والله يحب المطهرين. لابد أن تتطهر وتتوضأ قبل دخولك للصلاة. لا تصح الصلاة يا أبطال بدون الوضوء. هيا بنا نتعرف على صفة الوضوء كما كان يتوضأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صفة الوضوء، أولا يا أبطال ماذا نفعل؟ نسأل الأبطال أول شيء يا أبطال في الوضوء. ممتاز يا بطل، أسمعك يا همام. أول شيء يا أبطال أقول بسم الله، قبل أن تتوضأ تقول بسم الله. ثانيا أغسل كفي 3 مرات، تغسل كفك يا بطل 3 مرات، ويجوز لك يا بطل أن تغسل كفك مرة واحدة أو مرتين أو 3، السنة 3 مرات. ثم تتمضمض، أتمضمض وأستنشق 3 مرات كما في هذه الصورة يا بطل. رابعا أغسل وجهي 3 مرات، بعد أن أتمضمض وأستنشق 3 مرات أغسل وجهي 3 مرات. ثم أغسل يدي من أطراف الأصابع إلى المرفقين 3 مرات، وهذا صورة المرفق يا أبطال كما ترون في الصورة. سادسا أمسح رأسي مع أذني 1 مرة، أمسح رأسي مع أذني 1، يبقى تمسح رأسك وأذنك 1 فقط يا أبطال، لجميع الأعضاء 3 مرات ما عدا الرأس والأذن 1. سابعا أغسل رجلي إلى الكعبين 3 مرات، لا بد أن تغسل رجلك يا بطل إلى الكعبين، وسنتعرف على موضع الكعب. بعد الانتهاء من الوضوء يا أبطال أقول، لا بد تقول هذا الدعاء يا بطل، هذا فيه ثواب عظيم. أحد يعرف يا أبطال دعاء الانتهاء من الوضوء؟ ممتاز، بارك الله فيك يا سيف. بعد الانتهاء من الوضوء أقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مرة أخرى يا أبطال نحفظ الدعاء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ليتوضأ يا أبطال، الذي يتوضأ ويقول هذا الدعاء فتحت له أبواب الجنة 8، يدخل من أيها شاء. بارك الله فيكم يا أبطال، لابد أن نطبق الوضوء عمليا، ولا نسرف، لا ننسى، لا نسرف في استخدام الماء. والآن يا أبطال مع التقويم، السؤال الأول: أرتب أفعال الوضوء بوضع الرقم المناسب. هيا يا أبطال أسأل أول شيء يا أبطال في صفة الوضوء، ماذا نفعل أول شيء؟ ممتاز، أفعال الوضوء البطل، أسمعك يا محمد، بارك الله فيك. أغسل كفي زي ما قلنا يا أبطال، نغسل كفنا 3 مرات. طيب من يقول يا أبطال الترتيب الثاني بعد أن نغسل كفنا، بعد غسل الكفين؟ ممتاز يا بطل يا وليد، ممتاز، بارك الله فيك. أتمضمض وأستنشق، أتمضمض وأستنشق. ثم أسمعك يا بطل يا يحيى، أسمعك ما شاء الله عليك. أغسل
وجهي بعد أتمضمض وأستنشق. رقم ثلاثة يا أبطال أغسل وجهي. رابعا أغسل يدي إلى المرفقين كما ترون في هذه الصورة. خمسة يا أبطال أمسح رأسي مع أذني، ومثل ما قلنا نمسح الرأس والأذنين مرة واحدة. أخيرا يا أبطال رقم ستة أغسل رجلي إلى الكعبين، أغسل رجلي إلى الكعبين، وسنتعرف على موضع الكعب. السؤال الثاني أحدد موضع المرفق والكعب بوضع دائرة حوله وأكتب اسمه تحت الصورة. لابد أن نفهم السؤال يا أبطال. المطلوب تحديد موضع المرفق والكعب بوضع دائرة حوله. هنا يا أبطال في الرجل هذه أين الموضع، موضع الكعب كما ترون يا أبطال، نرسم دائرة حول هذا اسمه الكعب. لابد أن تغسل رجلك وتصل ويصل الماء إلى الكعبين. وهنا يا أبطال نحدد موضع المرفق، المرفق إلى فين يا أبطال، إلى أين؟ ما حد يغسل يده إلى منتصف اليد يا أبطال، ولكن يغسلها إلى المرفق، وهذا صورة المرفق. ارسم دائرة يا بطل واكتب أسفل منها اسم الصورة، هنا اسمه الكعب، وهنا هذا اللي في يدك يا بطل، تغسل يصل الماء إلى المرفق. ثالثا ألون الجملة التالية، أقول بعد الانتهاء من الوضوء كما عرفنا كما تعلمنا يا أبطال، ماذا نقول بعد الانتهاء من الوضوء؟ نقول هذا الدعاء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نقوم بتلوين هذه الجملة بألوان مناسبة وألوان جميلة يا أبطال. بارك الله فيكم يا أبطال، إلى هنا انتهى درسنا، على أمل اللقاء بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.